عن بلدنا على الراديو 90 90. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ويمكن امبارح سياده الرئيس طبعا تقدم بخالص التعازي للشعب اللبناني، الحكومه والشعب. طبعا في عدد كبير من الضحايا اللي سقط امبارح، يعني الارقام بتقول لحد دلوقتي اكتر من 100 ضحيه بالاضافه لالاف المصابين. ويمكن الرئيس اللبناني ميشيل عون قال النهارده ان سلطات البلاد مصممه على كشف ملابسات الانفجار اللي هز العاصمه بيروت امبارح في اسرع وقت، متوعدا طبعا بانزال اشد العقوبات بحق المسؤولين عن ده. وقال كمان في جلسه طارئه امبارح انه مصمم على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في اسرع وقت ومحاسبه المسؤولين عن اللي حصل امبارح من تفجيرات هزت بيروت واثارت كثير من الدمار. ولكن مصر طبعا بمواقفها اللي مع كل البلاد في كل الاوقات، عندنا تصريحات لمستشار احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه، قال انه ازاء ما ظهر من ضخامه الانفجار في لبنان وعدد الضحايا اللي تم رصدهم بين قتلى ومصابين، فان وزاره الخارجيه بتعبر عن تعازيها لاهالي الضحايا وتمنياتها بالمصابين بالشفاء العاجل، والمستشفى الميداني المصري في بيروت جاهز لتقديم كل المساعدات الممكنه. وبالفعل استقبل المستشفى الميداني النهارده عدد من الحالات واجريت اتصالات للتعرف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفيه تقديمها. والنهارده السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي زار المستشفى الميداني وقال ان في متابعه لعمل المستشفى في استقبال الحالات المصابه واسهامها كمان في جهود لاسعاف باقي المصابين. خلينا نفهم اكتر، هو ايه اللي حصل امبارح في بيروت؟ كلنا طبعا صدمنا من هول المناظر اللي شفناها والانفجار الكبير، غرفة في ميناء لبيروت حصل فيها انفجار، ايه اللي حصل؟ الاثار دي ايه؟ خلينا نروح للصديقة العزيزة الكاتبة الصحفية استاذة جليان جبر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. يا استاذة جليان مساء الفل. مساء الخير استاذة جليان، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، بنقدم تعزينا اولا للشعب اللبناني في كل ضحاياه وندعي بالشفاء لكل المصابين يا رب يا رب. قراءة حضرتك كده للمشهد ايه؟ المأساة كبيرة جدا طبعا. الدمار جاء في وقت عصيب على لبنان، صحيح عندها أزمة اقتصادية، عندها أزمة صحية، الكورونا اللي أصابت الجميع، عندها أزمة اجتماعية بعد الفساد اللي تفشى في الطبقة الحاكمة عندهم، عندها كمان أزمة مهمة جدا دولية، لأنه منذ وصول هذه الحكومة لا يوجد أي تعاون معها ولا اي تعاطف ولا اي زيارات ولا اي استقبالات. فهناك ازمه دولار اللي احنا عارفينها كلها، في ان الدولار اصبح ب 10,000 ليره بعد ما كان ب 1500 ليره، فانت متخيل الحجم الانفليشن اللي حصل في الموضوع ده او ده واحد. اثنين، ده عمل اسباب اجتماعيه انه وصلوا الى الجوع في لبنان للاسف، نضطر نقول على يعني عروسه الشرق الاوسط انها اصبح هناك شعب جعان فعلا ومشاكل بطاله رهيبه. ثم ان الازمه جت قبل او الكارثه جت قبل المحكمه الدوليه ان تنطق بالحكم ب 72 ساعه. يعني يوم الجمعه صباحا المحكمه لاهاي ستقول بالادله والبراهين وبالاسماء من المسؤول اختيار رفيق الحريري في 2005. ده بالاضافه ان امبارح يعني كان لسه القرار هيطلع باعاده الفتح كمان بعد كورونا، يمكن الاقتصاد يتحرك شويه. فانت شايف التوقيت بتاع زي ما اتعلمنا في السياسه ان توقيت الحدث هو الحدث، هذا التوقيت للحدث مهم جدا. هذا الانذار الذي كان يعني فيه مخزون من المواد المشتعله المتفجره من النترات لمده 6 سنوات باعتراف رئيس الحكومه لمده 6 سنوات، يعني الحكومه اللي قبلها والحكومه الحاليه. لماذا لم ينفجر الا قبل المحكمه 72 ساعه؟ كان ممكن يقعد سنه كمان، كان ممكن ينفجر قبلها بسنه كمان. لكن التوقيت بتاع الانفجار يا استاذ احمد، شامم في كلام حضرتك كده ان في بعد جنائي او بعد فعل فاعل في الانفجار اللي حصل. طبعا، وبعدين بعد الانفجار بقى الهواء ده هيصيب قد ايه؟ لان هذه النترات موجوده في الهواء لمده اسابيع قادمه. صحيح. ما الحاله غير الكورونا، يعني هم عندهم دلوقتي النترات دي وكمان عندهم الكورونا. فانت متخيل ان من اهم المرافق العالميه ده مرفق بيروت، احدى من ضمن الخمس مرافق الاولى في العالم المهمه في منطقه الشرق الاوسط او على البحر المتوسط، من اهم المرافق. اثنين، ان انت في حاله اقتصاديه مزريه، فانت قناه التواصل بينك وبين العالم كان هذا المرفق. فيعني انت اتقفل عليك قناه التواصل، وكان طبعا مخزون الامس في هذا المرفق
واهميه الامس في هذه الفتره من الكورونا قد ايه مهم، وهذه الحاله الاجتماعيه المزريه من الفقر ومن العمله اللبنانيه او الليره اللبنانيه في اوحش او في اسوء حالات. فاذا احنا بنتكلم على كارثه اقتصاديه، كارثه امنيه، كارثه اجتماعيه وكمان صحيه. صحيح. لكل النواحي. وانا كنت حتى مش عايز في حديثي مع حضرتك استبق الاحداث في التحقيقات وشبهه العمل الجنائي، بس تصريحات الرئيس اللبناني بتقول كده، يعني بتقول هو هيحاسب كل المسؤول. بالظبط، يعني هو الرئيس اللبناني نفسه صرح بان هو هيحاسب كل المسؤولين. في خطا حصل حتى لو خطا بشري، حتى لو هو خطا بشري، ما بقاله 6 سنين هذا القضائي، هو بيقول لك انهم اشتكوا في القضاء والقضاء لا ينصاع اليهم منذ 6 سنوات. مدير الجمهور دي تصريحاته الرسميه على الفضائيات انه هو اشتكى للجهات القضائيه، وهناك هذه المكلفات او هذه المصادرات للمواد المستعله موجوده في عنبر 12 في المرفأ ولم احد يستجيب لها. طيب لم يستجيب، والمرفأ شايلها بقاله 6 سنوات. اول المرفأ ده في منطقه سكنيه مقطوعه. صحيح. اثنين، هو يعتبر في هي منطقه سكنيه، انا عارف طبعا حضرتك متخصص في الشان اللبناني وحافظه لبنان، هي منطقه سكنيه ومنطقه تجاريه كمان بالنسبه للشعب اللبناني. غير انها منطقه تجاريه، في ناس ما لهمش ذنب بقى. صحيح. احنا في هذه المنطقه غير انها سكنيه، وطبعا منطقه سياحيه كمان. طبعا. في الشعر بيت. طبعا. احنا لبنان دلوقتي في اشتياح، لكن هي منطقه من الفنادق ومن المتاجر ومن المولات، يعني هي منطقه تجاريه وحيه. فاذا هذا المرفأ شايل هذه الكارثه منذ 6 سنوات. المنطق بيقول اولا مش هنقول الاهمال او التواطؤ او المؤامره اللي مخليها بقى لها 6 سنوات. طيب انفجارها بقى ايا كان السبب، ان شاء الله كان السبب كما يقال الان من استخفيه القدر انه لحام باب، ودي كمان من الحاجات اللي تعصبت انه السبب لحام باب، لحام باب فكان فيه سخونيه ففجر كل ده. يعني ما لحموش بيبان 6 سنوات قبل كده. صحيح. يعني ده خلي بال حضرتك، ده مش كلام كمان رئيس المينا، ده وزاره الاعلام امبارح سمعت التصريحات هي قالت كده، يعني قالت ان هم عارفين ده. انا لا احلل شيء، انا بتكلم بالمنطق وبالتصريح الرسميه اللي طالعه. انا لا يمكن ان احلل المشهد الا بعد نتائج التحقيق. صحيح. لكن التوقيت مهم جدا، تصريحات من رئاسة الجمهوريه ومن رئاسة الحكومه غريبه جدا لم تشفي في احد. انا كنت اتمنى ان يقولوا التحقيق يبقى تحقيق مع خبراء من الدول العربيه او خبراء اجانب حتى يكون التحقيق شفاف ولا يكون داخلي بهذه الصوره. هذا ما كنت اعتقد مع ازمه كورونا مش سهل انك تستقطبي اي من الخبراء. هقول لك ايه يا استاذ احمد، لان في سفينه للمثال، وهو المثال هي القوات الدوليه الموجوده في لبنان للحفاظ على الامن اللبناني. صحيح. بين اسرائيل ولبنان الخط الازرق. ففي سفينه للمثال انصابت. انت بتتكلم هنا على، وكمان في يعني المخازن والمراكب، ده مكان دولي، ده مرفأ دولي. طبعا. مرفأ محلي. فانت هنا لما بتحوله التحقيق للي موجودين من الاجانب او الموجودين من العرب من السفارات اللي هي انصابت، انت عارف السفاره الروسيه، السفاره الهولنديه، في سفارات انصاب فيها موظفين. صحيح. من الزجاج الذي سقط. احنا وصلنا لغايه الجبل، لغايه قبرص ما سمع صوت الانفجار. صحيح. يعني احنا بنتكلم على انفجار زي هيروشيما زي ما بيشبهوه. فاذا انت ما تحتاجش الا تحقيق كده صغير، يعني خلينا نكون على مستوى الحد. طيب بخبره حضرتك الدمار اللي احنا شفناه ده كله يعاد اصلاحه ازاي مع شعب حضرتك قلت ابعاده ان هو متاثر صحيا واقتصاديا وماليا؟ اللي احنا شفناه ده يتعاد ازاي؟ كلنا بنحب الشعب اللبناني وكلنا بنحب لبنان. يتعمل ازاي؟ انا بس مؤمنه الاول انه هناك كانت قرار باغتيال لبنان، يعني هم بقى ما بدل اغتيال رفيق الحريري واغتيال النواب والاعلاميين هناك كان قرار امس باغتيال لبنان. فانت عشان تعيد لبنان وقوه الشعب اللبناني اللي انا مؤمنه بيه جدا وعارفه ان هو ممكن يعيد لبنان بسرعه ما ندى القحطاش، يجب ان يعني تيسر له المناخ الملائم من الاستقرار ومن المساعده ومن ضخ استثمارات ليستعيد هو قوته. يعني الشعب اللبناني يعني حاجه بتكلمين هنا على رجوع مؤسسات الدوله مره تانية، رجوع حكومه متوافقه مع الشعب بتاعها، وبعد كده يبدا يتوفر بقى اعاده الاعمار مره تانية. لازم تقفل الفجوات اللي بين الشعب وبين الحكومه. صحيح. عشان تبني بلد لازم يبقى في تلاحم بين الشعب. صعب قوي دي بتحصل استاذ زيليان، بقى لها فتره كبيره حاله التوافق اللي بتحصل ما بين الشعب باختلافاته مع حكومه. لأن انت شفت الثورة او المظاهرات اللي حصلت في اكتوبر واللي سكتتها الكورونا. كان هناك بيقول لك الشعب اللبناني احنا مش طائفية واحنا كلنا
على خط واحد وكلنا ايد واحده في ان انا لا مسيحي ولا مسلم ولا دولي ولا شيخ ولا سني. كلنا مع بعض كانوا بينزلوا مظاهرات مع بعض عشان يقولوا للحكومه احنا مش طائفيين. صحيح. ارجوكوا شيلوا الحواجز اللي بيننا وبلاش التقسيمات بتاعه الزعامات الطائفيه اللي بتخلينا كل واحد عند زعيمه. وده كان تقدم رهيب، كان المفروض ان الحكومه تلتقط وان اختلفت الطوائف فعلا من بين الشعب، بس دي مش ملحوظه. هم بيتكتلوا على حكومه واحده عشان يعيدوا البناء مره تانية قبل حتى الدمار اللي حصل امبارح. بالظبط. لو انت عملت حكومه فعلا او انتخابات فعلا، امبارح شفنا مروان حمادي النائب استقال على الاعلام امام الشاشات الاعلاميه والفضائيه امبارح، استقال علني وقال انا لا استطيع ان اشهد اغتيال بيروت واقف اتفرج، فانا بس يعني بترك كرسيه كنائب وبستقيل وبنزل للشارع. صحيح. اذا هذا كان موقف يعني تم تقديره جدا، لان هو كمان سياسي محنك وتم محاوله اغتياله ونجب اعجوبه، بيسموه الشهيد الحي لانه نجب اعجوبه بعد محاوله اغتياله في 2006. فاذا احنا هنا بنتكلم على بناء بيروت من جديد، اعاده الثقه للبنان. يعني انت عارف لبنان في مشروع الو مع حضرتك اتفضلي في مشروع كادر في كان الصندوق او المشروع ده 12 مليار دولار، يعني مصر اخذت 12 من الصندوق، مشروع كادر جايب لها 12 ولكن بمعايير معينه، انك مش هتاخد 12 دول في ايدك، هتاخدها لما تعمل اصلاحات. صحيح. هتاخدها لما تدخل في البنيه التحتيه. هو انت بتقدمي استراتيجيه ودراسه اصلا للصندوق عشان يعرف هو هيديك على ايه، هو مش بيسلفك. هو ايه دي الدول، هو ده التعامل العالمي. صحيح. الدولي الحضاري. لا تستطيع ان تقول انا عايز فلوس فيدوك كده، ما فيش حاجه كده. هنا في شروط وفي معايير. مش شايفه تعاون دولي مع الشعب اللبناني، او خلينا نقول مع الحكومه اللبنانيه الا مصر، وجاي لك لمصر دلوقتي هي عملت ايه؟ بس التعاون عامه مع الشعب اللبناني مع الحكومه اللبنانيه شايفاه ضعيف. شايفاه الحكومه مع العالم، لان لو كانت وقفت اصلاحات ووافقت على ما قاله وزير خارجيه فرنسا لما كان عندها ان الاصلاحات قادمه، كانت هتاخد من مشروع صدر عدد من المليارات اللي هي تنعش شويه الاقتصاد اللبناني وتعيد الثقه للمواطن اللبناني في حكومته. احنا مش عايزين اكثر من اعاده الثقه. يعني صحيح. هو خطوات ايجابيه، خطوات ايجابيه هي اهم حاجه عند المواطن. ايه؟ لقمه العيش. مع وجود حكومه متوافقه مع الشعب اللبناني، ممكن نقول ان الشعب اللبناني فيه كتير من رجال الاعمال او اللي عندهم ثروات ممكن يساعدوا في اعاده الاعمار ونرجع نشوف لبنان مره ثانيه بالشكل تعودنا عليه؟ يعني ده كلام اقدر اقوله لك ينفع شعارات اكتر من هو حقيقه، لان برضو رجل الاعمال اللي بيجي هيدي لزعيمه. صحيح. هيدي لطائفته. صحيح. هيدي لمنطقته. هيدي قناعاته على الاقل. بالظبط. فاذا نعمل لمصالحه. لكن لو لقى حكومه بتقول ان مفيش غير جيش واحد هو الجيش اللبناني، مفيش غير سلاح غير سلاح اللبناني، مفيش تقسيم مناطق، يعني هتنعش المناطق كلها او هتنعش الموظفين كلهم، مش بس فئه معينه من الموظفين او من الطبقه المتوسطه هي اللي بتقوم بالبلد في لبنان، هي عاده لبنان قايمه على الطبقه المتوسطه. صحيح. البنوك قطاع البنوك ان الناس اللي عندها فلوس مش عارفه تدفع فلوسها عشان تتبرع حتى بيها او تتاكد تاكل بيها، لان البنوك قافله على الحسابات، ودي طبعا ليه؟ لان شاكين في غسيل الاموال وشاكين في ان هناك فلوس تم استخدامها في طرق غير مشروعه. اذا وتحويلات جاءت بطرق غير مشروعه، اذا انت عندك ثقه في المصارف اللبنانيه، الثقه في الحكومه اللبنانيه، الثقه كمان للشعب اللبناني في دولته. صحيح. يعني الدوله انت واثق في دولتك، عارف ان وراك جيش، عارف ان وراك دوله، عارف ان في حق. لكن هناك القضاء، الجيش، في هناك ضعف في هذه المؤسسات، ضعف المؤسسات اللبنانيه جعل المواطن اللبناني في حاله خذلان من وطنه. صحيح. للاسف. طب خلينا ننتقل مع حضرتك لمشهد مهم جدا وهو مشهد مصر، في سواء في التقدم سياده الرئيس بنفسه في التعازي في لحظات بعديها او سواء في المستشفى الميداني اللي موجود هناك، شفنا مصر مع حتى مع ازمه كورونا في ثانيه موجوده في الصين وموجوده في امريكا موجوده في معظم الدول الاوروبيه مع الازمه امبارح من اول الدول، وان كانت الدوله الوحيده لحد دلوقتي اللي تقدمت باليد المساعده للشعب اللبناني بمستشفى ميداني، شفت المشهد ده ازاي؟ المستشفى ما عايز ابلغك، المستشفى دي موجوده من 2006، مستشفى كانت موجوده انا كنت موجوده معاهم في نقل هذه المستشفى وافتتاحها وتركيبها في حرب 2006 اللي كانت في بيروت. صحيح. وتم مساعده كل المصابين فيها وكانت مفتوحه كمستشفى لكل المصابين في الحرب، ما بعد ذلك استكملت المستشفى وجودها بانها بتحاول تكون دائما تقدم يد المساعده لاهل لبنان واهل منطقه بيروت بالذات. وهي على طول بتكون بتكاليف بسيطه جدا او تقريبا مجانيه لكل الغير قادرين، ده عمليه صغيره لانها مستشفى ميداني ولكن باسعافات سريعه
وادويه وتقدم الادويه والعمليات اللي هي عمليه اليوم الواحد زي ما بيقولوا عليها. صحيح. بتقدمها هذه المستشفى. المستشفى انتقل مكانها مرتين ولكن بنحافظ عليها لضمان حتى لو ما فيش ظروف في لبنان لضمان اعطاء المواطن اللبناني البسيط الخدمات الطبيه والصحيه من المصريين. ومن ما بعرف انها مستشفى ميداني مصري من 2006 لغايه النهارده يعني بقى لها حوالي 14 سنه. اهل بيروت بقى هيروحوا فين يا فندم؟ يعني لبنان اصلا بلد صغيره يعني هيتجهوا لفين؟ هيتجهوا للجنوب مثلا لسيدة بقى وسور والكلام يعني هيروحوا فين؟ بيروت كبرى يعني المحافظات اللي حول بلد بيسموها زي ما احنا بنقول القاهره الكبرى مش بس وسط البلد. فاذا صعب عندهم بيروت الكبرى يعني وصلت للجبال وصلت لغايه 14 كيلو من الجبل طبقات الازاز نزل انت عايز حتى مصانع الازاز مش موجوده في لبنان عشان تقدر تطلع. صحيح. يعني دي كارثه كمان ثانيه. طب هتبعت لهم ازاز ما هو ما فيش مينا تستقبل. يعني انت لو بتفكر فيها اصبح هناك في مشاكل كثيره عشان تصلح اليوم يعني عدل اعمار مش سهله حتى لو رياده العون اتقدمت من اي حد. بالظبط. انت دلوقتي بتشغل مينا طرابلس عشان تقدر تعوض عن مينا بيروت. وطرابلس ابعد حوالي ساعه ونص عن هذه المينا اللي هي كانت قريبه للعاصمه. اثنين مطار بيروت اصاب كمان بعدد من الازاز والاتلاف حصلت في مطار بيروت ايضا. فانت هنا في مشاكل. مين مسيطر على المينا؟ هو حزب الله. مين مسيطر على المطار؟ هو حزب الله. كيف دخلت هذه المتفجرات او المواد المتفجره نترات الالومنيوم الموجوده الامونيوم الموجوده داخلها؟ وازاي استمرت 12 سنه سوري 6 سنوات بدون ست سنوات. ان ندرك عنبر 12 مش شايفه اعاده الاعمار ممكن تيجي من حزب الله او الداعمين لحزب الله؟ يعني خليني اقولها بصراحه هناك الحلف الايراني استطاع ان يسيطر على لبنان وان ياخذ لبنان رهينه عن طريق حزب الله وحلفاء حزب الله اذا كانوا من اعضاء اذا كانوا مسلمين او شيعه او مسلمين في لبنان. هناك حلف يعني يمول من ايران استطاع ان يسيطر على لبنان من كل الطوائف اللبنانيه. هناك حلف يعني مستفيد من رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه. مين جاب رئيس الحكومه؟ مين اختار رئيس الجمهوريه؟ مين اختار مجلس النواب؟ مين مسيطر في مجلس النواب؟ هو ايران او عملاء ايران او حلفاء في المنطقه. فاصبحت النهارده اليمن رهينه، العراق رهينه، ولبنان وسوريا رهينه. النهارده الحدث ده ممكن يخلي يعني الانتفاضه بقى يعني الدول العالم كله يتعاطف اليوم مع لبنان. خلينا بس ما نبقاش تعاطف اسعافات اوليه ولكن اسعاف لبنان من تحت يد او انقاذ لبنان من تحت يد. انت بتكلمين هنا عن انتفاضه دوليه مش انتفاضه الشعب اللبناني. لا انتفاضه بان كله بقى يتعاطف النهارده مع لبنان. وهناك ماكرون هيزور غدا فرنسا. رئيس فرنسا ماكرون هيزور غدا لبنان وارسل الطيارات المساعدات الطبيه والاسعافات الاوليه. اذا خلينا ناخد من هذا الموقف تحرك ايجابي من الدول الخارجيه. تمام. طبعا لانه في حلف يسيطر وعنده طموح على الدول العربيه. واضح زي الحلف التركي زي اسرائيل كل منهم الدول الاقليميه النهارده تركيا ايران اسرائيل هي عندها اصماء على طبعًا. الدول العربيه. هذا المثلث سيبك بقى تقول لك قطر دي بنك فلوس يعني اداء او لها وجه سياسي. لكن هناك دول زي ايران وتركيا واسرائيل وهي دول اقليميه لها اسماء وطموح على السيطره بالنفوذ الجديد على الدول العربيه. احنا داخلين حرب نفوذ. اين نفوذك؟ وهو ده اللي بيعمله اخر حدودك. انت مسيطر على نفوذك ولن تسمح ان يكون عندك تهديد من حولك. اذا كان سد النهضه او اذا كان ليبيا انت اي نفوذ كامل للجيش المصري على الارض. استاذ جليان الرئيس قالها ما حدش بياكل اكل الاسد ومصر هتفضل اسد يا رب ان شاء الله رغم كل الاطماع اللي بنشوفها. كل الشكر للصديقه العزيزه الكاتبه الصحفيه استاذه جليان جبر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. وضحت لنا الصوره بالنسبه للبنان. يا رب لبنان ترجع مره تانية باذن الله ونشوفها بلد بنحبها شعب بنحبه محب جدا لمصر. مصر قدمت يد العون في ثانيه بالمستشفى الميداني اللي زي ما قالت لنا استاذه جليان هو موجود بالفعل في بيروت ولكن فاعل مره ثانيه. سفيرنا موجود هنا زار ان شاء الله باذن الله ترجع لبنان في اسرع وقت. حبينا ناخد بس نظره كده عن كلنا كل الشعب المصري صراحه اتشد امبارح وتاثر جدا باللي حصل في بيروت. ربنا يحفظها يا رب ان شاء الله وترجع تاني زي الاول. 91 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10